البداية هتكون مع صحيفة ماركا الأسبانية واللي ركزت على حفل تكريم نجمها الرياضي، حفلات تكريم نجومها الرياضيين النسائيين، وكتبت يا لها من رفاهية. والصحيفة كمان اهتمت بالنجم ميسي بعد قيادته لمنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، وكتبت العالم يستسلم لميسي. وكمان اهتمت الصحيفة باعتزال كريم بنزيما اللي لعب دوليا، وكتبت بنزيما يترك منتخب فرنسا. نروح بقى لصحيفة سبورت اللي ركزت على النجم الأرجنتيني ميسي بعد فوزه بكأس العالم برفقة منتخب الأرجنتين ليصبح الفائز بكل الألقاب، وكتبت بطل كل شيء. الصحيفة كمان اهتمت بمبابي وكريم بنزيما، وكتبت مبابي يعود التفكير في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما يعلن اعتزاله اللعب دوليا. نروح بقى للموندو ديبورتيفو اللي ركزت على تتويج منتخب الأرجنتين وقائده النجم ميسي بكأس العالم قطر 2022، وكتبت جنون ميسي. والصحيفة كمان اهتمت باحتفال برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز بتتويج ميسي بكأس العالم، وكتبت تشافي وبرشلونة يحتفلون بفوز ميسي، أنت تستحقه.